طيب، من الحاجات اللي انا كنت بقولها النهارده انه فكره انه احيانا الناس بتقارن بين محمد صلاح منتخب مصر ومحمد صلاح الليفر. النهارده بحكم الجائزه دي كده خلاص، الشغل مع المنتخب يوصلك للجائزه دي، الشغل مع فريقك يوصلك للجائزه دي، تكسب بطوله مع فريقك تاخد نقط يعني او تاخد حاجه زياده تخليك توصل للمرتبه دي، والفوز مع فريقك كده يوصلك للمرتبه دي. فده ينفع عن محمد صلاح تهمت انه راجل بيجي ما بيلعبش بنفس المجهود او بنفس الحماس اللي بيلعب بيه مع الليفر. طب وليه ما يعني ما تخلينا نجيبها بشكل مباشر بدل اللفه الطويله دي؟ الهدف اللي كسبنا ماتش غينيا بيساو، طبعا هو هدف الامانه في غلطه من الحارس، الكره سهله بصراحه، الهدف نفسه محدش يحرز غير محمد صلاح. يعني الوضع التشريحي للاعب والتحرك اللي هو عمله ده وسرعه رد الفعل ان هو يسبق المدافع وياخد اللاين الاخير في الاوفسايد تراب اللي كانت معموله دي، محدش يعملها غير محمد صلاح. وطبعا بعد يعني الايه اسيست العالمي اللي عمله عمرو السولية. الناس لازم تعرف ان اللاعب العالمي في الدرجه دي هو اللي يقدر يخلص لك ماتش زي ده. ده احنا جبنا الهدف واحنا مش بنضغط. يعني المفروض الهدف ده الطبيعي كان يترجم في الشوط الاول، صح؟ احنا جبنا الهدف في وقت اصلا كنا احنا مضغوطين ومتاخرين. وطبعا مستر كيروش ليه يعني يعدي اليوم زي اليوم يعدي يعني على خير، لازم يسحب مصطفى محمد ويعمل التأليفة بتاعت ان انا العب من غير مهاجم رقم 9، ومحمد صلاح في الاخر هو اللي بينقذك. ففي الاخر الناس لازم تعرف ان محمد صلاح فعلا في مصاف حاجه تانية خالص. هو يقدر بصراحه اقول حاجه، احنا شعب غريب في حاجه بصراحه. احنا بعد ماتش نيجيريا احنا طب كلنا قمه التشاؤم. تخيل خلينا متفائلين يا استاذ امير في البطوله، مش حاجه احنا عملناها او حاجه هنسببنا فيها، خساره الجزائر هي اللي مخليانا عندنا هذا الكم من التفاؤل. يا سلام، ايه ده مش احنا بس اللي بنتضرب؟ فبالتالي انا عايز اقول الناس لازم احنا بنحلل الكوره لازم نبقى احنا واخدين بالنا من بعض النقاط اللي احنا ما ينفعش ننفيها. بمعنى منتخب مصر فعلا قائمه قويه، والقائمه دي فعلا في وجهه نظري لو كسب ماتش السودان وخدنا 6 نقاط وربنا سبحانه وتعالى كتب لنا في دور 16 للاعب غينيا الاستوائيه او سيراليون، يعني الروتو كاب والطريق للكاس بقى هادي شويه ما فيهوش ضغط، انا في وجهه نظري ان احنا لا ممكن كلامنا يتحول لان احنا منتخب مرشح، لان انت هتبدا تقول انا الماتش القوي جدا اللي انا هبدا هلعبه من دور الثمانيه. واحنا كمان بطبعنا كل ما بنمشي دور ورا دور احنا بنخش في مود البطولة. فتاني لا لازم نشيل حتة من دماغنا. وبرضه هضيف حاجة على يعني للكلام اللي قاله أمير في حتة الأرقام. ميسي جاب أهداف في عدد مباريات، لكن احنا ما نقدرش نحسب بالأرقام دي من المنافسين. أنا في وجهة ليه بقول لك الإمباكت بتاع محمد صلاح كان أحلى، لأن محمد صلاح أهدافه فعلا كانت مؤثرة قدام أندية وفي ماتشات صعبة. بيلعب في البريمير ليج بالظبط، البريمير ليج مختلف عن إنما ميسي فعلا لما هنيجي نبص على آخر سنة، انت اي حد بيحب ميسي او حتى بيحب ميسي من ايام برشلونه هيبدا يحس لا الاهداف برضو سوري يعني مش حاسمه، اهداف مش اهداف ميسي. مثلا الهدف بتاعه في ليفربول لما جابه من نص الملعب في ماتش 3-0 قبل ما نروح انفيلد وناخد الاربعه هناك. فتاني لازم واحنا بنحلل الحته بتاعه محمد صلاح ليفربول، لا محمد صلاح مختلف منتخب مصر، لازم تبقى انت واخد بالك ان ماتش زي غينيا بيساو ده هو ماتش سهل وماتش ياسر جدا جدا نكتسبه، محدش كان هيخلصه غير محمد صلاح. طيب.